عبد الحق الاشبيلي ابن الخراط هو عبد الحق بن عبد الرحمن الازدي الامام الحافظ المحدث الفقيه الاديب صاحب كتاب الاحكام الشرعيه الكبرى والصغرى والوسطى كان فقيها عالما بالحديث وعلله عارفا بالرجال موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنه والتقلل من الدنيا توفي رحمه الله سنه احدى وثمانين وخمسمائه من الهجره